في جو حافل ومهيب استعدت مدينة موندو حاضرة ولاية لوغون الغربي بمختلف الألعاب الشعبية والأعلام الوطنية التي زينت بها مختلف طرقات المدينة واللافتات التي تحمل شعارات ترحيب وفرح بقدوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو الذي يزور موندو حاضرة الولاية ضمن جولته داخل البلاد. وقد أعد لفخامة رئيس الجمهورية بأرض المطار استقبال رسمي وشعبي كبيران، وكان في مقدمة مستقبلي حاكم ولاية لوغون الغربي بشر علي سليمان ووزير إدارة الأراضي وقائد المنطقة العسكرية رقم 9 وعمدة المدينة. وعقب ذلك استعرض رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو مختلف أفراد وحدات الجيش الذين اصطفوا لتقديم التحية. بعيد ذلك صافح فخامة رئيس الجمهورية بعض أعضاء الحكومة من أبناء المنطقة الذين كانوا في الصفوف الأولى للمستقبلين، وهم وزير البترول جيراسيم ليبماجيل وأمينة الدولة في المالية والميزانية أليكس نيامبايلوسيميا، كما صافح رئيس الجمهورية المسؤولين الإداريين والتقليديين ورجال الدين ورؤساء الأقسام والكوادر والتجار والشباب الذين خرجوا لاستقباله. وقد احتشد سكان ومواطنو لوغون الغربي الذين جاءوا من شتى المدن والقرى لاستقبال رئيس المجلس العسكري الانتقالي فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو من خلال تعبئة كبيرة مصطفين طول الطريق من المطار وحتى مقر إقامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيتنو، حاملين شعارات مكتوب عليها إن السلام والوحدة الوطنية والعيش المشترك وقبول الآخر. وسيجري فخامة رئيس الجمهورية لقاءات مع المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين وقادة القوى الحية، حيث يقدم لهم رسالة السلام والوحدة الوطنية والعيش معا وقبول الآخر، فضلا عن القضايا الأخرى التي تهم الولاية كالأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالتنمية وتطوير الولايات.